السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الثانية، المواطنة والسلوك المدني. إذا اليوم عندنا درس في الصرف والتحويل تحت عنوان التصريف الفعلي المعتل الناقص، في الصفحة 50 من كتاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، كتابي في اللغة العربية. إذا سبق أن تطرقنا في حصص سابقة لتصريف الفعل الصحيح وتصريف الفعل المعتل المثال والأجوف. إذا اليوم سنتطرق لتصريف الفعل المعتل الناقص. إذا لدينا نص، نقرأ النص ثم نفهمه. بينما كنت أحتسي فنجان قهوة بإحدى المقاهي، جلس إلى جواري شخص يبدو ميسور الحال وطلب من القهوجي فنجاني قهوة. واحد منهما على السبورة، فعني النادل بطلبه مبتسما. تعجبت من هذا الطلب الغريب، لماذا طلب الشخص فنجاني قهوة وماذا عني بي واحد منهما على السبورة؟ إذن لماذا طلب الشخص فنجاني قهوة؟ إذن طلب، كما رأينا في هذا النص، هذا النص هو بطبيعة الحال موجود في كتاب، في نص وظيفي. إذن لكي يساهم به، دونك فنجان يحتسيه يعني سيشربه، وفنجان يعني يتصدق به على أو يتكافل به على المحتاجين. هذا هو يعني يؤدي فنجانا يحتسيه وفنجان يؤديه للآخرين. إذن هذا هو المقصود بهذا. إذن السؤال الثاني، أحدد الأفعال المعتلة في الفقرة وأذكر نوعها ومعانيها. إذن نحدد الأفعال المعتلة أولا. إذن كنت احتسى، إذن احتسى أحتسي، إذن هذا فعل معتل أصله، إذن أصله حسية. جلس هو فعل صحيح، جواري بيده، طلب فعل صحيح، فنجاني واحد على الصف، عانية إذن فعل معتل الآخر بالياء، تعجبت فعل صحيح، لماذا طلب فنجاني وماذا عانية، إذن تكرر هذا الفعل. إذن هذه الأفعال الموجودة في هذا النص التي هي أفعال معتلة. إذن لدينا احتسى بمعنى شرب، ثم عني يعني ماذا عني بي يعني ماذا قصد. إذن هنا يكتب يعني ماذا عني بي واحد منهما يعني ماذا قصد بهذا. هنا كتعني اهتم، إذن اهتم النادل بطلبه. إذن ننتقل إلى ألاحظ، إذن هذه كلها أفعال يعني معتلة ناقص. ألاحظ الفعل والضمير الذي أسند إليه ثم أكمل العمود الأخير وأستنتج. إذن هنا عندنا فعل مصرف اللي هو عن بدأ، مصرف وهو ناقص بالألف. لماذا ناقص بالألف؟ لأن الفعل الناقص يمكن أن يكون ناقصا بالألف الممدودة، ويمكن أن يكون بالألف بالياء، ويمكن أن يكون بالألف المقصورة كما سنرى. إذن ناقص بالألف، واو بدوى، مصدره بدو ومضارعه يبدو. إذن هنا هذا الألف أصلها هي أصل الألف حرف العلة هو الواو، لأن هذا الأصل نحتاجه عندما نريد أن نصرف الفعل الناقص. إذن أنا بدوت، ما كنقولوش أنا بديت، إحنا كنقولو أنا بديت، هو لا، خصنا نقولو أنا بدوت، نحن بدونا، هنا عفوا لا، هذيك بدأت. إذن هنايا بدوت يعني بدا ظهر، إذن شيء هناك فرق. إذن نحن بدونا، هن بدونا، هم بدوا، هي بدت، هما بدتا. إذن هنا عندما اتصل الفعل بالتاء المتحركة ماذا وقع؟
إذا كانت عندنا الألف وتحولت إلى واء. إذا شنو ماذا طرأ عين تغيير؟ تحول حرف العلة إلى حرف العلة إلى واو. إذا كان عبارة عن ألف فتحول إلى واو، كذلك هنا تحول إلى واو، كذلك هنا. هم بدوا هنا، هي بدت هنا، لم يتحول. هذا الواو هي واو الجماعة، ليس الواو التي رأيناها هنا. إذن هذا الواو، هذا الواو هي واو الفعل المعتل، فتحولت كانت ألفا فتحولت إلى واو، بينما هذه الواو فهي واو الجماعة. وبالتالي فحرف العلة الألف الذي كان في الفعل الماضي حذف. إذن ماذا وقع؟ حذف حرف العلة اللي هو الألف. كذلك بالنسبة لبدت، لاحظوا أين هي هذه تأنيت، إذن أين هي الألف؟ وكذلك بالنسبة لبدت، إذن بالنسبة لتأنيت فاش كي إذن تحذف حرف العلة. إذن هذه هي التغييرات التي طرأت. بالنسبة لعانية ناقص بالياء، لماذا ناقص بالياء؟ لأنه ينتهي بالياء، ياء وعانية مصدره. إذن هنا كنعرفوا بأن الفعل عانية فهو يعني حرفه الياء لا يتغير. أنا عانيت، ماذا وقع لعانيت؟ إذن بقيت هي إذن كانت عندنا عانية بقيت عانيت، إذن لم تتغير، لم يطرأ عليها. إذن ماذا سنقول؟ بقيت ولا بقي حرف العلة، بقي حرف العلة كما هو. إذن كذلك بالنسبة لهذه بقي كما هو، بقي كما هو في جميع الحالات. يعني حرف العلة كان عندنا الياء بقي ياء، ولكن هنا في مع واو الجماعة ماذا وقع؟ إذن هذا ماشي تحويل، هذا الواو غاديش نقولوا الياء تحولت إلى واو، لأن هذا الواو هي واو الجماعة. وبالتالي ماذا سنقول؟ سنقول أن حذفت الياء، يعني حذف حرف العلة، أو لا حذف حرف العلة. إذن هذه التغييرات التي تطرأ على مثل هذه الأفعال. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية لنصرف هذه الأفعال. إذن دابا تكلمنا غير على الماضي، دابا نتكلموا على المضارع والأمر. بالنسبة للفعل، الفعل بدا وعانية في المضارع والأمر. إذن هنا كنلاحظوا بأن هذه هي ياء المخاطب، وهذه واو الجماعة، وهذه ياء المخاطبة، وهذه واو الجماعة. إذن أين هي الألف؟ حذفت. إذن حذفت الألف، يعني حرف العلة بالنسبة للاثنين. بالنسبة هنايا كذلك، هنايا عندنا عاوتاني ياء المخاطبة. إذن هذه ياء المخاطبة، وهذه واو الجماعة، وهذه ياء المخاطبة بالنسبة للأمر، وهذه واو الجماعة. إذن أين هي الياء؟ حذفت. إذن حذفت الياء ديال الفعل الناقص بالياء. أنتن تعنينا، إذن هنايا بقيت، إذن هنا بقيت الياء، إذن بقيت هنا حذفت. إذن هنايا دابا غادي نقسموا هذا الشيء. إذن بالنسبة للناقص بالياء في الياء المخاطب مع ياء المخاطبة والجماعة تحذف، سواء بالنسبة لبدا أو عانية، وتبقى بالنسبة للنسوة وألف الاثنين. إذا ننتقل إلى القاعدة أو الاستنتاج. إذا صرف الفعل المعتل الناقص بالألف في الماضي، ردت ألفه إلى أصلها. إذا متى ترد إلى أصلها؟ مع التاء المتحركة ومع ند دل الفاعل ونون النسوة. إذا هنا في هذه الحالات كترجع يعني حرف العلة كيرجع إلى أصله، وتحذف مع من؟ تحذف مع واو الجماعة وتاء التأنيث. إذن هذا بالنسبة للفعل الناقص بالألف، الناقص بالألف. أما بالنسبة للناقص بالياء، الناقص بالياء، إذا اتصلت، إذن تبقى ياؤه على حالها إذا اتصلت بالتاء المتحركة أو نون النسوة أو تاء التأنيث أو ند دل على الفاعل، تحذف فقط، تحذف
مع واو الجمع. اذا هنا خصنا نفرقوا، عندنا ثلاثه الاحتمالات. اذا هنا بقيت ماشي ردت، اذا هنا مع التاء المتحركه ونون النسوه وتاء التانيث ونون الداله على الفاعل، اذا هنا كتبقى هي هي، يعني ناقص بالياء كتبقى الياء ياء، واذا اتصلت بواو الجماعه تحذف. بالنسبه للفعل اللي ناقص بالالف تحذف في واو الجماعه وتاء التانيث، وفي الباقي في الضمائر الاخرى تتحول. اذا هنا هذا الخضر تتحول، هنا تبقى، وهنا تحذف. اذا عندنا اربعه ثلاثه ديال الاحتمالات. اذا صرف الفعل المعتل الناقص بالالف او الياء، اذا دابا هنا كنتكلموا عليهم بجوج في المضارع والامر، حذفت الفه او ياؤه. اذا كان الالف كتحذف، واذا كان فوقاش كتحذف. اذا الرمز ديال الحذف كنرمزوا ليه بهذا اللون هذا، اذا معايا المخاطبه كما شفنا في الجدول وواو الجماعه، ولا يحدث عليها تغيير مع نون النسوه والف الاثنين. اذا كما شفنا في الجدول، اذا هنا ما وقعش التغيير، ولكن مع واو الجماعه وهي المخاطبه اذا يحذف. اذا شنو كنلاحظوا؟ اذا بصفه عامه مع واو الجماعه دائما يحذف حرف العله، سواء المعتل الناقص او الالف او في الماضي او في المضارع. اذا هي المخاطبه بالنسبه للمضارع في الامر، وبالنسبه للفعل الناقص بالالف تاء التانيث تحذف. اذا ننتقل الى التطبيق. سما سمو، اذا هنا غنملؤوا هذا الجدول. اذا السؤال هو اكمل الجدول. اذا هنا سما سمو واو لوجودها، اذا جرى جري، اذا ياء لوجودها في المصدر. ماذا نقول؟ يجري. اذا هنا اذا بغينا نبحثوا على الاصل نتاع واحد الحرف العلة ديال الناقص، كنردوه للمصدر. دنا دنو، اذا واو لوجودها في المصدر. يدنو يدنو. نسي نسي، ياء لوجودها في المصدر. ينسى، اذا هنا ينسى. علاش ما قلناش الالف؟ لان المصدر هو اللي كيعطينا. دابا هنا شنو بغيو يوريونا؟ بان الا بغينا الاصل نتاع واحد الحرف العله في الناقص نحوله الى المصدر ماشي الى المضارع. المضارع هنا عطانا الغلط، هنا عطانا مزيان، هنا عطانا مزيان، لكن هنا ما عطاناش الاصل نتاع حرف العله. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. أصرف فعلي دعا وفنية. إذا دعا شنو هو؟ هو ناقص بالألف الممدودة، وفنية ناقص بالياء. إذا غادي نصرفه في جدول تم إعداده. إذا فنية، إذا هنايا عندي واحد هنايا اسم الافعال اللي عندنا، عندنا فانيه ودعا. فانيه ودعا، اذا هنا فانيه ماشي بقيه، هنا كيتشابهوا. فانيه بحال بقيه، اذا الفعل هو فانيه. اذا مع الضمير انت ماذا نقول؟ فنيت. ماذا وقع هنا؟ شنو التغيير الذي طرا؟ بقيت لي. نحن فنينا، هن فنينا، هم فنوا. أين هي الياء؟ حذفت. إذا هنا وقع الحذف. إذا هنا وقع حذف الياء ديال حرف العلة. فنيت بقيت. بالنسبة لدعا، أنت دعوت، نحن دعونا. إذا لاحظوا الواو هنا شنو وقع؟ هنا تحولت، كانت عندنا الألف وتحولت إلى واو. في هذه الحالة تحولت، وهنايا مع الضمير هي هنا حذفت، هذه واو الجامعة وبالتالي حذفت الألف، وهنا حذفت. ما كاينش عندنا الواو باش نقولوا تحولت، وما عندناش الألف، إذا لأن هذه واو الجامعة وهذه ألف التفريق، وهذه هنايا ما كاينش عندنا الواو، ما عندناش الألف ولا الواو، وبالتالي حذفت في هذين الفعلين. في هذا الحالة بقيت، إذا بقيت الياء. إذا الخضر كنرمزوا ليه بقيت، ولورونج تحولت، وهذا اللون بي نشوفه بالنسبة للمضارع. تفنى، إذا فانية تفنى. نفنى، يفنينا، يفنونا، تفنى. إذا أين، إذا حذفت في واو الجماعة.
وتحولت في هذه الأفعال إلى ألف وبقيت في نون النسوة، كما رأينا في الجدول قبل لحظات أنها كتبقى مع نون النسوة مع ألف الاثنين، ولكن تحذف مع واو الجماعة وياء المخاطبة. إذا بالنسبة لدعا تدعو، إذا شنو وقع هنايا؟ تحولت الألف إلى أصلها، ثم تدعو يدعون، إذا هنايا تحولت وهنايا تدعو تحولت. وبالنسبة ليدعون ديال واو الجماعة إذا حذفت. إذا هذا هو تصريف هذه الأفعال. إذا هذا الشيء كامل اللي شفنا هنا رانا درناه في الجدول. إذا ننتقل إلى السؤال الثالث. أحول الجملة أديا ثمن ثلاجة فناجين مع الضمائر نحن. إذا هنا غادي ناخذ واحد الورقة مستقلة وغنحاولوا نصرفوا فيها ما يمكن تصريفه. إذا عندنا أديا، إذا نحن ماذا سنقول؟ نحن. إذا هنا باش نجيو نصرفوا نحافظوا على الزمن، إذا عندنا الماضي. إذا أدينا، نحن أدينا ثمن ثلاجة فناجين، ثم هم أدوا ثمن ثلاجة فناجين، هي أدت ثمن ثلاجة فناجين. إذن لدينا جملة أخرى نقتدي به في سلوكاتنا المدنية جميعها إلى الأمر ثم إلى المضارع مع الضمائر. إذن ما نصرف في المضارع أولا، إذن هنا حلا غنصرف الفعل نقتدي وصافي، نقتدي سلوكاتنا، لا غادي نصرف. إذن كاين تغيير نقتدي به في سلوكاتنا المدنية جميعها. إذن هنايا نحن نقتدي، دابا غادي نشوفو أنت تقتدين به في سلوكاتك المدنية جميعها. إذا التغيير كيحدث في الفعل وفي هذه سلوكاتك. إذا هذه أنتم تقتدون به في سلوكاتكم المدنية جميعها. أنتن تقتدين به في سلوكاتكن المدنية جميعها. إذن هنا شنو بقى لنا؟ أنتما تقتديان في سلوكاتكما المدنية جميعها. إذن هنا هدايا الله المضارع. إذن دابا غادي نشوفوا الأمر. إذن نفس التصريف، أنت اقتدي به في سلوكاتك المدنية جميعها. إذن أنت اقتدي، دونك هذه المخاطب. ثم شنو عندنا؟ أنتم اقتدوا، أنتم اقتدوا به في سلوكاتكم المدنية جميعها. أنتن اقتدينا في سلوكاتكن
جميعها. أنتما اقتديا، أنتما اقتديا به في سلوكاتكما المدنية جميعها. جميعها. إذا السؤال الأخير: أكتب نداء إلى صديقاتي بمناسبة دنو موعد الامتحانات، أدعوهن به للاجتهاد والسعي إلى تحصيل أفضل النتائج، موظفا الأفعال دعا وسعى ودنا. إذا سنقول: لقد دنت، أو الامتحانات، أدعوكن إلى الاجتهاد، فسعينا إلى تحصيل أفضل النتائج. إذن هنا أضفنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، فسعينا إلى تحصيل أفضل النتائج. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول تصريف الفعل المعتل الناقص من كتاب اللغة العربية، كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة.